بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات، محاضرتنا لهذا اليوم هي تعتبر المحاضرة الثانية. بالمحاضرة السابقة أخذنا الـ 851 Architecture وتعرفنا على الـ Internal Units وتعرفنا على الـ Pin Layout مالته. اليوم راح نتعرف بعد أعمق إلى داخل الـ 51، وقلنا داخليا موجودة رام، وهذا الرام تستخدم للداتا، وقلنا السعة مالتها سايز مالتها هو عبارة عن 128 بايت، وهذه ال 128 بايت مقسمة إلى ثلاث مناطق موجود بها، ثلاث مناطق مختلفة عندي هنا، مو شرطا أنه موجودة يعني هذه المناطق أنه هي محتكرة فقط محجوزة إلى لا، وأنا منها ممكن أنه تستثمر ك جنرال بيربس صراحة، بس هي أساسا هي مقسمة ممكن استخدمها وممكن لا استخدمها. هسه نجي انه نشوف انه هذه الذاكره مالتي اللي هي الانترنال رام مالتي، اللوكيشنز مالت الادريس مالته هو من 2 زيروز، راح اشوفها من 2 زيروز الى ال 7F اللي هي 128 لوكيشن. راح نشوف اول 32 بايت او 32 لوكيشن، راح نشوفها هذه او 32 لوكيشن مخصصه الى ما يسمى بالوركينج ريجستر اريا. Working Register Area، إذا Working Register إلى من اسمه Register معناته متكونة من رجسترات، أوكي؟ هذه Working Register Area مقسمة إلى أربعة أقسام، مقسمة إلى أربعة أقسام، كل جروب هو عبارة عن 8 locations 8 bytes. الجروب الأول اللي هو Bank 0 سموه، والجروب الثاني اللي هو Bank 1، والجروب الثالث هو عبارة عن Bank 2، والجروب الرابع هو Bank 3. إذا عندنا 4 banks، كل بنك موجود به هو عبارة عن 8 registers. هاي الـ 8 register راح نشوفها تسمى، يعني عليها مسميات من الـ R0 إلى الـ R7، من الـ R0 إلى الـ R7. إذا كل جروب من دول الجروبات هو يحتوي على set of registers اللي هي من R0 إلى R7. فإذا هاي هذه R0 من ضمن البنك 3، وهذه مثلا R4 من ضمن بنك 2، أوكي؟ فإذا كل بنك هو عبارة عن 8 registers عندنا. راح نجي للتفاصيل بعد أكثر إن شاء الله لاحقا بالسلايدات اللاحقة. راح نشوف السيت الآخر عندي هنا، طبعا هنا at least one bank يعني active، يعني one bank at any time only one bank is active. فأما يكون بنك 0 هو حاليا هو الأكتف، أو بنك 1 أو بنك 2 أو بنك 3، من يحدد يا بنك هو يعني currently هو أكتف؟ أدينا راح نشوف أنه 2 bits خاصة بال status word program status word، أنه راح نشوف مخصصة لتحديد يا بنك هو عندي حاليا أكتف. فإذا يا أما أعمل بالبنك 0 أو أعمل بالبنك 1 أو أعمل بالبنك 2 أو أعمل بالبنك 3. Only at any time only one bank is active. راح نجي إلى الجروب الآخر اللي هو الأري الأخرى اللي هي ما تدعى بالبيت أدريسبل، وهذه هي البيت أدريسبل. راح ما بالستايد اللاحق راح نشوف أنه تفاصيل بعد أدق لهذه بالنسبة للبيت أدريسبل، معناته أنه كل لوكيشنز عندنا هذه عدد اللوكيشنز مالته عبارة عن 16 لوكيشن تبتدي بالعشرين وتنتهي بال2F بال2F. إذا عندنا عندي 16 لوكيشن، كل لوكيشن هو عبارة عن 8 bit، إذا 8 لو أضرب 8 bit في 16 راح أحصل على 128 bit. إذا كل واحدة من هذه البتات لها أدريس، كل واحدة راح أشوف لها أدريس ولاحقا راح أوضحها بالتفصيل، أوكي؟ لذلك أنه عندنا هذه الأريا هذه اللي هي عبارة عن 16 بايت، كل bit مال واحدة من عندهم لها عنوان، لأن عندنا إعازات تعمل على البيت أوبريشن اللي هاي البيت راح نشوف نسوي لها سيتنج لهاي البيت أو نسوي لها كلير لهاي البيت أو نسوي لها كومبليمنت لهاي البيت. الأريا اللي الثالثة اللي تليها اللي حنشوف أنه من 30 إلى 7F اللي هي الأريا الثالثة اللي هي جنرال بيربس عندنا، حنشوف هذه جنرال بيربس، أوكي؟ جنرال بيربس أريا عندي هنا، هاي تستخدم بشكل عام عندي هنا. ممكن كل شيء استخدمه كستاك ريزلت راندوم داتا كلها وين انا اقدر استخدمهم. عندنا لو انا ما استعملت اني انا عندنا يعني بيت ادريسبل، عندنا لو ما استعملت بيت ادريسبل فلاجز تعتبر هاي فلاجز از ا فلاج، اوكي؟ لو ما استخدمت اقدر استعملها كجنرال. نفس الشيء مات بالنسبه عندنا اثناء يصير ريسيت لل 51 راح اشوف انه البنك 0 هو اكتف
البقيه نن اكتف عندنا، بس ممكن استعمل يعني استثمر هاي الاريا الموجوده اللي مخصصه للبنك 1 و 2 و 3 اقدر استخدمها كجنرال بيربس عندنا. فاذا مو بالضروره انه انا قلت ان هذا هو هذه هي البنكس معناته انه لا ما اقدر استعملها، لا، وانما حسب اني استخداماتي عندنا، حسب استخداماتي اني ايش قد استخدم ما تبقى اقدر استعملها كجنرال بيربس لوكيشنز. نيجي الى قلنا من هذول يعني شرح على هذول الثري ارياز اللي هو وركينج ريجستر اريا عباره قلنا 32 بايت اللي هي من تبدي من 00 الى 1F اللي هي عندنا 32 لوكيشن عندنا. اعتياد هاي مصممة از فور بانكس اللي هو من بنك 0 الى بنك 3، وكل بنك هو عبارة عن 8 ريجسترز اللي هي من الار 0 الى الار 7. كل بنك هو بي سيت اوف ريجسترز اللي هي من الار 0 الى الار 7. فقط انه بنك واحد هو يعني اكتف ات تايم عندنا. قلنا التو بيتس راح نشوف انه لاحقا انه الار اس 0 والار اس 1 من البروجرام ستيتس وورد ريجستر هي تحدد يا بنك هو اكتف حاليا عندنا. قلنا اون ريسيت راح يكون بنك 0 هو سيلكتد يعني اللي راح يكون هو الاكتف عندنا. بالنسبه للبيت ادريس قلنا يوفر لي انه 16 بايت اللي هو من الموقع 20 الى موقع 20F عندنا، وهذا اللي تمثل بالبيت ادريسبل اريا. والبيت ادريسبل بيت ميبي سبيسيفايد باي اتس بيت ادريس راح يكون ادريسنج مالتهم من 00 ل 128 هذه بيت، اوكي، ضمن هاي الاريا اللي هي 16 لوكيشن. راح يكون ادريس كل بيت راح يكون من 00 الى 7F 128 بيت هي. اذا العناوين مالتهم راح تكون الرينج مالتها من 00 الى 7F. راح نجي مع التفاصيل وشلون راح يتكون هذا العنوان مال كل بت من دول البتات اللي خاصه بالبت ادريسبل اريا. بالنسبه للجنرال بيربس هي جنرال بيربس مثل ما ذكرت انه راح تكون من اللوكيشن 30 الى لوكيشن 7F بالهكسا ديسمال عندنا. راح نجينا بالتفصيل هنا عندنا راح اشوف انا شوي اوضح هنا بالنسبه للماب ميموري مالتي الانترنال رام او يسموه بالداتا انترنال داتا ميموري. راح اشوف مالتي هنا عندنا راح شفنا عندنا 4 بانكس عندنا، هذا بنك 0 بنك 1 بنك 2 بنك 3، وعندنا هذا هو الرينج مالت البيت ادريسبل اريا وما تبقى له من 30 الى 7 فلي وجنرال بيربس رام عندنا. راح اضرب هنا مثال يعني ارجونا شوي تركز عندنا. نفترض عندنا هاي البيت، هذه البيت من لوكيشن 29 هذا يمن ضمن الرينج مال البت ادريسبل. اريد العنوان مالتها، هسه العنوان مالتها راح نشوف انه عندنا شوف بال20 تبدي من الزيرو بعدين البت الصفحه راح تكون له يعني ادريس مالتها 1 وبعدين 2 البت اللي بصفها 2 و3 و4 نستمر بزياده الى ان نوصل اخر وحده اللي هي شنو 7F. اذا عندنا من 00 الى 7F هاي الرينج مالت البت ادريسبل مالتي هنا اللي هو 128 بت عندي هنا. شلون انا اعرف اني عنوان كل واحد من عندهم؟ يعني نفترض انا عندنا هذه البت اللي هي رقم 4 من لوكيشن 29، شلون اعرف انه هذا العنوان مالته هو 4C؟ هسه راح نجي الى هذه هنا المعادله بسيطه عندنا، هاي بت ادريس، اوكي، شنو تساوي لي؟ البايت ادريس، هاي البايت ادريس، اوكي؟ ناقص 20 ناقص من عنده 20، الناتج مال الطرح مالتي راح اضرب ايش قد؟ في 8. وازيد عليها شنو هو البيت نمبر، اذا البيت نمبر مالته ايش قد هو؟ ادينا البيت نمبر هاي مالتها هي 4. اللوكيشن ادريس هو 29، اذا اجي اطبق 29 هكسا اطرح من عنده 20 وناتج الطرح اضرب ايش قد؟ في 8، اضيف الى شنو؟ اضيف البيت نمبر اللي هو 4. ف 29 22 تطلع 9، 9 اضربها في 8 يطلع 72، 72 ازيدها 4 يطلع ايش قد؟ 76، 76 احولها للهكسا يطلع 4C عندنا. اذا اي بت من البتات اوكي اطبق عليهم هذه المعادله اوكي اقدر احصل العنوان مالتها. والعكس صحيح، اذا انا عندنا البت ادريس يعني على سبيل المثال عندي نفس هذه البت ادريس هاي عندنا موجوده، شلون اطلع اني اللوكيشن مالتها؟ الادريس لوكيشن اللي هو الادريس لوكيشن مالتي. البايت ادريس مالتي شلون راح اطلع هذا البايت ادريس؟ وشلون اطلع البيت نمبر عندنا؟
من عندها. شو تسوي عندنا بالنسبة لي البايت ادريس اللي هو اللوكيشن مالتي، اللوكيشن ادريس عندنا البيت ادريس هو 4C. اوكي اقسمه اشقد على 8، اقسمه اشقد على 8، الناتج مالتهم، ناتج مالتهم اوكي عندنا اضيف له اشقد، اضيف له 20. فعندنا هذا الفور سي هو عبارة عن 76، طبعا هنا انتجر ديفيجن عندي هنا يعني بدون عدد كسري، فبس الناتج الانتجر مالتي مال التقسيم 76 تقسيم 8 راح يطلع عندي اشقد هنا عندنا عندنا 9. اوكي راح يطلع عندنا 9، 9 زائد 20 راح يصير 29. اذا اللوكيشن مالتي البايت ادريس مالتي هو 29، او اللوكيشن ادريس مالتي اشقد هو 29 طلعنا. بالنسبة للبيت مالتي بيت نمبر عندنا، بيت نمبر هو المودلس مالت البيت ادريس تقسيم 8، البيت ادريس هو مالتي هو 76 تقسيم 8، اذا ما ناتج او باقي القسم على 8 هو ايش قد هو؟ اذا المودلس مال فورسي هكسا على 8، اذا هو باقي القسم هو عباره عن ايش قد هو؟ هو عباره عن 4، اذا البيت نمبر 4 وراح يكون البايت ادريس هو عباره عن ايش قد 29 عندنا. اذا اي بيت ادريس ينطيني اياها اقدر اني عن طريق ذول المعادلتين اقدر احصل على البايت ادريس اللي هو يعني لوكيشن ادريس، واقدر احصل على البيت نمبر مالتي من خلال هاي التو كويشنز اللي موجوده عندنا. نجي نتعرف على الرجسترات الداخليه. طبعا الرجسترات الداخليه اللي هي تعتبر من ضمن السبيشال فانكشن ريجسترز عندنا. اوكي راح نتعرف عليه بشكل دقيق بالسلايدات القادمه ان شاء الله. راح نشوف موجود بريجستر اي ما يسمى يعني بالاضافه الى الريجسترات اللي هسه يعني تعاملت وياها، من يعني ريجستر 0 الى ريجستر 7 هاي موجوده وين؟ موجوده بالرام. بينما الريجسترات اللي راح اتعرف عليها حاليا هذه موجوده كلها موجوده اما بالرام، بس شنو ذيك الرام موجوده من الرينج 00 الى الرينج 7F. بينما هسه هذه الريجسترات اللي هي من ضمن الرينج مال سبيشال فانكشن ريجسترز. اوكي فهذه موجوده من الرينج 80 هكسا الى الاف اف، الى الاف اف هي عباره عن 21. طبعا عندنا 21 سبيشال فانكشن ريجستر، راح نتعرف عليها هذول ال 21 ان شاء الله. راح نشوف الريجستر الاولى اللي هي ريجستر اي، قسم عندنا طبعا راح نتعرف عليها بالمحاضره هذه، والقسم الاخر من ناخذ التفصيلات الاخرى اللي تخص التايمرز، اللي تخص الانترابس، اللي تخص السيريال كوميونيكيشن، ناخذ ان شاء الله بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. فاذا الريجستر الاولى اللي هي ريجستر اي اللي تعتبر هي الاكيوميليتر عندنا، هي عباره عن 8 بت ريجستر عندنا. طبعا على فكره انه يعني كل اغلب الانترنال ريجسترز هي عباره عن 8 بت، حتى الداتا بوينتر هو عباره عن تو سيبريتد، هو عباره عن 16 بت مثل ما راح اتعرف عليها، ولكن هاي 16 بت متكونه من 2 بايت كل واحده على حده، بس ما عدا البروجرام كاونتر راح اشوف انه عباره عن 16، والبقيه كلها راح تكون عباره عن 8 بت، ما عدا اكو بعض الكومباوند مثلا عندنا بالنسبه للكاونترز راح نشوف انه كل كاونتر او كل تايمر هو عباره عن 16 بت، ولكن يتكون من 2 ريجسترز، متكون من 2 ريجسترز مثل ما نتعرف عليها ان شاء الله مستقبلا بالتفصيل. اذا ريجستر اي هي عباره عن 8 بت ريجستر، تستخدم كسورس وديستنيشن اوبرنز لبعض الانستركشنز عندنا هنا. وبالنسبه للريجستر بهم كذلك تستعمل كجنرال بيربس 8 بت جنرال بيربس ريجستر، وممكن كذلك استخدمه في بعض الاعازات الخاصه مثلا اعازات مال الملتيبليكيشن، اعاز الملتيبلاي واعاز الديف، راح اشوف انه ريجستر بي تشترك في ضمنيا راح تشترك في هذا الاعاز، ضمنيا راح تشترك في تكوين او تنفيذ هذا الاعاز اللي هو ملتيبليكيشن او الديفيجن عندنا. بالنسبه للريجستر الاخرى اللي هي الستاك بوينتر، وان الستاك بوينتر هو عباره عن 8 بت، و8 بت لانه هو خاص بعدين لانه الستاك ميموري مالتي موجوده داخل الرام الداخلي، والرام الداخلي عباره عن 128 لوكيشن، اذا 8 بت هي تكفي للستاك بوينتر عندنا. اوكي واعتياد هذا الستاك بوينتر راح تتغير القيمه مالته عندما انفذ بعض الاعازات اللي تخص الستاك ميموري،
على سبيل المثال عندنا البوش والكول، عندنا انستركشنز، عندنا من استعملها راح يزداد الستاك بوينتر، يلا يصير ستور للبيانات عندنا. وبالنسبه لي البوب والريسيت راح اشوف انه عندنا من اسوي ريستور للبيانات، اسوي ريستور بعدين يلا يسوي ديكريمنت الى الستاك بوينتر عندنا. ما راح ناخذ الاعازات بالتفصيل هذه. راح نشوف انه بالبدايه يعني من يكون الستارتنج لل 51 من الريسيت لل 51 راح نشوف الانيشال فاليو مالته عباره عن 07 هكسا، معناته انه the first location of stack memory راح تكون هو الموقع هو شنو هو 8 8، لانه بالعمليه الستور اوكي عمليه الستور راح يكون increment يلا يخلي البيانات بالنسبه للبوش او الكول، والعكس صحيح بالنسبه للبوب. اذا اول الستارت ادريس من الستاك ميموري هو يبتدئ بالثمانية، وممكن انا اغير هذا الموقع، اغير هذا الموقع الى حر انه اغير هذا الموقع، ولكن على اساس انه هذا الستارت ادريس هو 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 الموقع الاول بعد البنك زيرو، الموقع الاول بالنسبه لنا بعد البنك زيرو عندنا. بالنسبه للداتا بوينتر راح نشوفه عباره عن 16 بت، هو بالاحرى عندنا 16 بت هو داتا بوينتر، راح نشوفه متكون من تو ريجسترز، اللي هو ريجستر الاولى اللي هي داتا بوينتر هاي وداتا بوينتر لو. اذا كل واحدة 8 بت راح اثنين كومباوند راح تنتج لي الى 16 بت داتا بوينتر بشكل عام. اذا هي سيبريتد 8 بت ريجسترز، تو 8 بت ريجسترز عندنا، الكومباوند مالتها راح ينطيني الى 16 بت داتا بوينتر. راح اشوف هذا داتا بوينتر من اهم الاستخدامات مالته، هي استخداماتها ويا الاكسترنال رام او الاكسترنال داتا ميموري عندنا، راح ناخذ ان شاء الله مستقبلا. بالنسبه للريجستر الاخرى اللي هي بروجرام كاونتر عباره عن 16 بت ريجستر، طبعا انا مثل ما نعرف انه البروجرام كاونتر هو مسؤول عن تنفيذ الاعازات اوكي، دائما القيمه مالته هي تشير الى النكست انستركشن اللي راح يصير له فيتش ويتنفذ داخل المايكرو كنترولر عندي مالتنا. فاذا البروجرام كاونتر هو ما الى عنوان، ما اذا ما اقدر اغيره، بس الاعازات هي اللي تغير، اعازات عندنا هي راح تغير عندنا المحتويات، البي سي ضمنيا راح تتغير عندنا من تحت، نفترض الجمب عندنا على سبيل المثال راح يغير لي عندنا، او من ناحيه الكول عندنا اما جمب او كول راح اشوف انه او ريتشين عندنا راح اشوف تتغير عن طريق هاي الاعازات، تتغير ضمنيا راح تتغير محتويات البروجرام كاونتر. الريجستر الاخرى المهمه اللي هي البروجرام ستيت باسورد اللي هي تحمل الفلاجز مالتي عندنا، الفلاجز عندنا راح اشوف انه عندنا 4 فلاجز عندنا اساسيه عندي راح موجوده هنا، اللي هي تتاثر بتنفيذ بعض البرامج على سبيل المثال مثل نفترض الاريثمتيك اوبريشنز عندنا او لوجيك اوبريشنز، راح اشوف انه راح تاثر لي على هاي الفلاجز، لان هاي الفلاجز هي تعطي او تعكس صورة عن الناتج مالتي لهذا تنفيذ هذا الانستركشن. فراح نشوف انه عندنا 4 فلاجز اللي هي البارتي مالتي عندنا والاوفر فلو، وعندي الاكزيلري كاري والكاري فلاج، بالاضافة الى قبل شوي وضحنا انه عندنا 2 بيتس اللي هو ريجستر سيلكت 0 ريجستر سيلكت 1، دول استخدم لتحديد الكرنت اكتف بانك، الكرنت اكتف بانك اللي هو عن طريق هذول التوبس احدد الكرنت اكتف بانك، مثل ما راح نشوفها بالستايد اللاحق ان شاء الله. راح نشوف هذه هي الستيتس بروجرام ستيتس العفو بروجرام ستيتس وورد، راح نشوف هذه البنز مالتهم، البت رقم 0 راح نشوف هي عن الباريتي وهي عباره عن ايفن باريتي فلاج، والبت رقم 2 طبعا بت رقم 1 هي ما مستخدمه اوكي، وبت رقم 2 هي كاوفر فلو فلاج، وعندنا الاس 0 والاس 1 قلنا تستخدم لتحديد البنك، اذا كانت 00 محتوياتها راح تنطيني بنك 0 تاشر الى البنك 0، واذا كان 0 راح يكون تاشر الى البنك 1 وراح يكون اكتف، واذا 1 0 راح يكون البنك 2 هو الاكتف، واذا كانت 1 باي 1 راح يكون البنك 3 هو الاكتف ماتش عندنا. نيجي الى الفلاج 0، هاي هي فلاج 0 اللي هي يوزر ديفايند عندي هنا تستخدم من قبل اليوزر، وعندنا الاكزيلر كريم مثل ما نعرف انه
اللي هو الكاري من الليست 4 بت الى الموست 4 بت. عندنا الكاري هاي مالتي من الليست 4 بت الى الموست 4 بت، وهذا الكاري اللي هي الكاري الأخيرة اللي هي ناتجة من الموست بت. نيجينا إلى السبيشال فانكشن ريجستر عندي هنا بالأحرى، نخلي هذه إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.